ومعنا هاتفيا مشاهدينا الكرام للحديث عن ملف المعتقلين والاعدامات في العراق، معنا من العاصمه الالمانيه برلين سيد علي القيسي رئيس جمعيه ضحايا السجون الاحتلال الامريكي الايراني في العراق. مرحبا بك سيد علي. نبدا من ما اعلنته وكاله اسوشيتد بريس التي ذكرت ان القضاء في العراق يصدر احكاما مبنيه على اعترافات تحت وطأة التعذيب. ما تفسيرك لذلك ولماذا تستمر هذه الانتهاكات منذ 15 عاما؟ سيدي الكريم، كل المنظمات الدولية المعنية سواء الحكومية وحتى غير الحكومية والأممية أجمعت بأنه كل الاعترافات وكل الاعترافات اللي تنتزع من التحقيق اعترافات غير يعني غير قانونية وغير مقبولة نهائيا في كافة القوانين والشرائع. الأمر الآخر والأهم أن هناك انهيار تام في منظومة القضاء العراقي، انهيار تام في منظومة القضاء العراقي اللي يصدر الأحكام. للأسف أنه الأش يونايتد بريس يعني تقريرها محترم ورصين جدا، لكن دائما يشيرون إلى أنه هذه الأمور يعني تعتبر محاولات نتيجة خلل بالقضاء أو خلل لا أو خلل بالسيطرات الأمنية أو عمليات إلقاء القبض والمداهمات وتشابه أسماء. من الواضح الآن بعد يعني استمرار 15 سنة من 2003 لحد الآن سواء ما يمارس بالموصل أو بقية المحافظات الأخرى مثل صلاح الدين والأنبار ومحيط بغداد وغيرها، ثبت أنه هناك عمل ممنهج. هناك عمل ممنهج يراد منه ترهيب العالم وإقصائهم وإعدامهم ووضعهم بين خيارين، اما الهجره خارج العراق او الموت سجون وتحت الابتزاز. الامر الاخر، المشكله الان في الموصل وطريق كركوك وغيره، هناك انهيار تام في منظومه توزيع الرواتب لما تسمى الاجهزه الامنيه. والميليشيات، وكلنا نعلم ان حتى مسؤول الرواتب في الميليشيات وما يسمى بالحزب الشعبي قتل. هؤلاء الان يبتزون المواطنين، يعني اي مواطن، وهذه الحاله اكثر ما تتكرر يوميا مئات المرات. ياتي شخص بسياره مع عائلته او وحده، سيطرات من الميليشيات او من الجنود او من ما يسمون الشرطه، يقوم باخذ سيارته ويقول انا مجاز واحتاج سياره، وياخذ سياره هذا الشخص. السياره بالعراق تمثل كل شيء. هناك عمليه ابتزاز ابتزاز، نعم واضح. من اجل ذلك حتى الاسوشيتد بريس محافظه الموصل الان، نعم، اي شخص يريد يحاول اعاده بناء داره خلال ساعات يعتقل ويقولون له من اين لك الاموال. نعم، هذا في الموصل. نعم، في الموصل. طيب سيد علي، يعني الاسوشيتد بريس ذكرت ايضا ان هناك 19,000 معتقل بحسب هذه الوكاله في السجون الحكوميه بسبب وشايه المخبر السري. يعني ما تأثير ذلك على تأثير ذلك في الوضع الميداني وفي النسيج الاجتماعي في الداخل العراقي؟ سيدي، هو هذه الأحكام وطريقة عمليات الإعدام والمخبر السري القصد منها تنزيق النسيج الاجتماعي للمحافظات وإجبارهم على الهجرة والهروب للتغيير الديموغرافي، اللي استعدادا للتغيير الديموغرافي اللي يجري الآن. ثم هذا العدد صادم، يعني هذا العدد، هذا اللي ذكرته الوكاله وواضح انه من مصادر يعني موثوقه عندها، العدد اللي اعتقل من اهالي الموصل يتراوح بين 50 الى 52 الف، حين نجد ان 19 الف منهم الان فقط معتقلين، فماذا نقول عن البقيه؟ هل هم مغيبين قسرا؟ هل تم اعدامهم؟ هذا التقرير يكشف عده جوانب خطيره جدا. الان 3,000 معتقل، 3,000 معتقل مهددون بالإعدام في العراق، هذا رقم كبير، وهذا ما دعا أيضا هيومن رايتس ووتش أن تذكر أن آلاف المتهمين الذين يحاكمون في العراق بجلسات سريعة، وصفتها بجلسات سريعة. هذه الإجراءات التصرفات، هل هي تصرفات دولة تعترف بحقوق الإنسان بحسب ما يتحدث العبادي؟ سيدي الكريم، هذه ليست تصرفات دولة، هذه تصرفات عصابات. العراق الآن تسطو عليه عصابات وتسيطر عليه وتحاول تقتل أكثر عدد من أهله من كل المكونات، هذه حقيقة. الأمر الآخر اللي يجب أن يعرف العالم
ان السيد فؤاد معصوم رئيس العراق اكثر رئيس اصدر قرارات حكم اعدام في القرن 21. نعم. العالم الان ما منتبه، هذا الرجل بريطاني الجنسية، يعني بريطانيا وهو هو ضمن حكومة جلالة الملكة في العراق، كلنا يعلم ان حيدر العبادي يحمل الجنسية البريطانية ووزير الخارجية بريطاني ورئيس بريطاني. هذا الرئيس اصدر قرارات اعدام يعني لم يصدرها اي رئيس قبل 21. نعم. بل العراقيين لا يسمعون اسمه ولا يسمعون بتصريح من يعني هذه الكوارث الان اللي تحيط في العراق، الفقر والجوع والتردي والخدمات، لم نسمع من الرئيس الا قرارات الاعدام فقط، وكل قرارات الاعدام موجهه ضد اهل السنه طائفيا. شكرا جزيلا لك من قديم. السيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.